مساء الخير. طقس شتوي مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، الحراره معتدله وعلى ارتفاع، الرطوبه عاليه والرياح خفيفه، البحر معتدل وحراره. يا خي شوفي شوفي خلص بس عم نسجل طقس؟ خلص عملنا لكم نحن بعد 30 شباط رجال بيقدموا الطقس. 30 شباط؟ ما عم تحضر ال بي سي، بعد 30 شباط مين عم بيقدم النشره على ال بي سي؟ مين؟ ما بعرف. يزبي كهبه. اوكي، ليه؟ شو المطلوب هلا؟ بس انت دارسه فلسفه شيء؟ لا، فلسفه شو؟ فلسفه بالجامعه دارسه فلسفه؟ لا لا. طب ما فيك تقدم الطقس، عم نحكي عربي. الاستاذ بيير الظاهر رئيس مجلس اداره ال بي سي. ال بي سي؟ ايه، شو بيقول؟ بيقول للسفير انه الطقس بده فلسفه خاصه، هو عنده فلسفه خاصه للطقس. شو بيعني هذا الشيء؟ يعني لازم تكوني دارسه فلسفه لتقدر تقدم الطقس. هلا شو المطلوب مني انا؟ انا دارس فلسفه ولا لا؟ انت مش دارس، شو دارس انت؟ لا انا ماني دارس فلسفه، بس انا من انا وصغير عندي موهبه اني اتوقع الطقس. يعني انا كنت اوقف على الشباك هيك احط اصبعي برا. اوكي. تطلع عم تشتتني، الا لماما عم تشتتني. بالصيف شوب بصير بدي اشلح وكذا، الا خلص مبين انه شوب. فبقدر اتوقع على الطقس. بعدين براس السنه ولو ما قدمت النشره، يعني عندي خبره بالشورت بقدر كمل. اوكي. اوكي، بس يعني إذا بتريدي، يعني أنا بدي استفسر منك، أنت إذا بتبقي بدي يكون عندك سكيلز، يعني أنت بتقدري تتوقعي الطقس؟ قادرة تتوقعي؟ لا، أنا ماني ليلى عبد اللطيف، بس أنا فيي أقول لك إنه بشوف الجوجل وبتلفن للمطر. بشوفي الجوجل بتلفن، يعني ديما صادق قصدك؟ ديما صادق. أوكي. جوجل ديما ما في. إذا بدك تلفني. لك انا ما بدي اطول عليك، ما بدي نغسلك حياتك كثير، بس انا جاي اخبر المشاهدين وخبرك انه انا رح يكون عندي فقره خاصه يوميه بنشره الاخبار. هيدي الفقره هي بس تنكيد على السياسيين، يعني جرعه سماجه مثل هلا اللي شفتيها رح تنكب كلها على الهواء، على السياسيين، على الاعلاميين، على الجديد، على الطقس، على اللي بدك اياه، شو ما بيخطر، وعلى شي ان ان اللي بيخطر على بالك، خصوصا مقدمه مريم البسام. هيدي رح تكون ب 33 اذار سدارين طبعا، ان شاء الله اذا 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 الطقس ساعدنا يعني. لكن شمسي ب 33 اذار. ايه نعم. ست مريم. ايه مريم بسام. عايزتك. يلا روح. لا بدي شرفك، ما تقولي لا، ما تخبري هالشيء، اعملي معروف. باي رامي. وين مريم؟ ان شاء الله نرجع نشوفك. نعتذر مشاهدينا عن هالخطا التقني، وهلا فيي اقول لكم انه هيدا مش كل شيء، لانه انتم بعد ما عرفتوا الطقس. انطروني الساعه 11:30.